واحدة واحدة ست يبقى نصيبي ذل وذل برغم الكفاح والتعب. لا أنا في الخير مشكورة ولا أنا معذورة، لو الحق الويقع ينقلب، لكن كلمة الله نصفتني وشجعتني لما قست آلاف الأسماء اسمي فيها انكتب. لكن كلمة الله نصفتني ستي. أنا خلصت شغل البيت كله، عايزاني أعمل حاجة تاني؟ أنا تحت أمرك. برسيس، إحنا قلنا بلاش يا ستي وتحت أمرك دي، إحنا خلاص بقينا إخوات. أيوة ستي، بس أنا بشتغل عندك برضه. أيوة أنت صحيح بتشتغلي عندي، بس من يوم ما اتفتحت قلوبنا على الإنجيل وتعمدنا وآمنا بالمسيح وخلاص بقينا إخوات. برسيس تعالي اقعدي، عايزة أقولك على حاجة مهمة. هو أنت هتنزلي السوق تاني؟ لا طبعا هنزل، بس اكيد مش هضيع اليومين اللي رسل المسيح موجودين فيهم هنا بولس وسيلة وانزل فيهم السوق. مين يصدق ان ده كله يحصل؟ ومين كان يصدق ان الرسول بولس ويجي فيليبي هنا بالذات، وكمان يجي على النهر في اجتماعنا بتاع الصلاه علشان يحكي الاخبار الحلوه بتاعه الانجيل المفرحه. امي لما بتشوفني بتقول لي انت بقيتي حاجه تانية، انت اتغيرتي، ما بقيتيش برسيس اللي انا ولدتها، بقيتي حاجة أحلى. وانتي بتقولي لها إيه؟ بقولها وانتي كمان لو آمنتي بالمسيح اللي بينادي بولس بيه هتتغيري وتبقي أحلى. اسمعي، انتي تجري بسرعة تجيبي أبوكي وأمك وكل عيلتك علشان يسمعوا الكلام الحلو اللي بيقولوه خدام الرب. وأنا هروح لأمي من غير ما أقابل بولس وسيلة وأسمع معجزة خروجهم من السجن. ما انتي هتروحي بسرعة، مش هخليهم يحكوا المعجزة غير لما تيجي. مبسوطة؟ ومش هتخليهم يعملوا التسبيح إلا لما أجي. ولا هخليهم يعملوا التسبيح غير لما تيجي. انت احلى ست في الدنيا. مش انا زي ما امك قالت، انا كمان مش انا بتاعت زمان، انا ليديا الجديده المؤمنه بالمسيح واللي اتعمدت على اسمه. بحب أرحب فيكم اليوم بحلقة عن شخصية ليديا. ليديا هي امرأة من ثياتيرا ومن مدينة فيليبي. ليديا كانت امرأة مكتوب عنها في الكتاب المقدس إنها امرأة متعبدة، وكانت يبدو إنها تجتمع مع السيدات عند النهر باستمرار. بذكر الكتاب المقدس إنها متعبدة، يعني في عندها أشواق روحية لحتى تصير في حياة الإيمان لحياة أعمق، والرب ما ترك أشواقها وأهملها، لكن الرب تلامس وتلاقى مع أشواقها. عشان هيك بنشوف إنه بإصحاح 16 من أعمال الرسل الرب غير كل رسالة بولس، منع الروح القدس أن يذهب بولس ليكمل البشارة في آسيا. وبرؤية في الليل ظهر رجل مكدوني وقال له اعبر إلينا وأعنا، والرب بهذا وصل رسالة لبولس وبولس أطاع الرسالة. يعني لما الرب شاف ليديا عندها هذه الأشواق، لأنها امرأة متعبدة لله وكانت بدها تتقدم في حياة الإيمان بس ما كانتش عارفة كيف، الرب لاقى أشواقها هذه وأرسل بولس إلى تلك المدينة. وهناك فيليبي بمقاطعة مكدونيا
بولس كان رايح يتكلم للسيدات عند النهر كما جرت العادة، يبدو إنها كانت تحضر لأنه بيقول كما جرت العادة إنه يكون في هناك مجموعة سيدات، وليديا راحت مع مجموعة السيدات وسمعت الرسالة والرب فتح قلبها، والرب فتح قلبها هناك وتعامل معها وعرفت مين هو يسوع. كانت مشتاقة لكن الرب تقابل معها، فتح الرب قلبها، ومش بس هيك كمان الرب فتح سمح أنها فتحت بيتها للقديسين. يعني حتى أنه في نهاية الإصحاح بتقول أنه ليديا رحبت في الإخوة وقالت إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي، وأضافت القديسين في بيتها. ولما خرج بولس وسيلة من السجن راحوا لبيتها لأنها كان بيتها واحد سلام، وهي أول من افتتحت الخدمة في أوروبا، كانت هي خادمة أمينة للرب، وهذا ما كان على قلبها وهذا ما كان اللي وصلت إلو ليديا. وأنا بتشجع مثل هيك سيدات اللي من إشي قليل، هي كانت تاجرة ناجحة بس لو ظلت في دائرة التجارة as business كان بتضل في دائرة التجارة محدودة، لكن هي بدأت تخدم الرب بأموالها بحياتها، قدمت حياتها للخدمة. وهذا علمنا أنه نحن إن كنا ناجحين في حياتنا، إن كنا وين ما كنا نحن واصلين، إذا في عنا أشواق الرب يلاقي أشواقنا، والرب يعطينا دائماً أنه رؤى لأمور أعظم وأمور أهداف أكبر لحتى أنها وصلت لكل أوروبا، وهذا إشي مشجع لنا كسيدات. بحب أقولكم أنه ليديا كانت تاجرة ناجحة ولكن برسيس كانت أقل حظاً منها، لكن لما اجتمعوا التنتين وحبوا يسوع مع بعض وأصبح يسوع هو رب ليديا ويسوع هو رب برسيس، اجتمعوا مع بعض وليديا فتحت بيتها لبرسيس وأهل بيتها، قالت لها جبيهم عندي وتعالوا. يا ريت نحن نتعلم إنه لما نحن منكون حتى مهما كان مستوانا المادي، إنه لما منقدم شيء نقدم بسخاء ونقدم بفرح، فرح العطاء. يعني هذه السيدة كانت امرأة ناجحة وفي المجتمع معروفة ربما بيحكوا عنها، لكن لما صارت بنت ليسوع بكل تواضع جمعت هالعيلة وجابت وفتحت بيتها وفتحت الكل. ربي يساعدنا إنه نحن نقدم كل ما عنا لمجد الرب. خليني بس أصلي معكم أقودكم بكلمة صلاة حتى كل واحدة منا تقول له يا رب أنا مستعدة، يا رب كل القليل اللي بين إيدي بدي أقدمه بين إيديك، يا رب حياتي، يا رب كل ممتلكاتي، كل ما أعطيتني هو فضل منك يا رب، هو بركة منك. أنا بصلي يا رب إنك أنت تعطيني إني أكون أنا مستعدة لكل عمل صالح يا رب، وأفرح في عطائي لك وللآخرين دائما. باسم الرب يسوع المسيح أصلي لك كل المجد، آمين. منشوفكم إن شاء الله بحلقة قادمة والرب يكون معكم.